كتر إخلاص، شكرا خيركم. جزيلا، ما لكم التوفيق يا رب، ودائما من نجاحات وإشراقات جديدة، ودائما في تقدم مزدهر إن شاء الله. الله شكرا يخليكم، شكرا، كتر خيركم. شكرا. بنتواصل مع السادة الأحباب في كل مكان، ومباشرة نذهب إلى الشمال السودان. طبعا من المعروف أنه في شمال السودان لنا الطنبور والبهجة، دي حاجة بتميز بها شمال السودان. أكيد بيقولوا قبيلة الشوايقة، لكن لا نقسم أنه قبيلة الشوايقة فقط اللي بتهتم بالطنبور، لكن نحن تطواف سريع وعام نذهب إلى الطنبور حبيب القلب والروح عند الأهل بشمال السودان. كل شعب من الشعوب ولكل أمة من الأمم ماض وحاضر وتاريخ يتعلق بتفاصيل الحياة، حيث يبقى الإنسان مرتبطا بتلك التفاصيل التي تمثل في أغلب حلقاتها الموروث الذي يعبر عن الوجدان والمشاعر. آلة الطنبور حبيبة القلب والروح لدى عموم سكان الشمال وفي ديار الشايقية بصفة خاصة، والتي يرجع تاريخها إلى عصور قديمة. في هذه الديار يأتي الكلام عن آلة الطنبور بطعم مختلف باعتبارها تمثل عمقا في وجدان الناس هنا، كما أنها تمثل اليوم رمزا للمحبة والتواصل بين الأجيال. الناس هنا يعتزون بآلة الطنبور أيما اعتزاز، حيث إنها تأخذ أشكالا متعددة ومراحل متباينة من التصنيع والتركيب. الأنغام التي تنساب من أوتار الطنبور تتشكل على مستويات عديدة وبمراحل تتحكم فيها قدرة الإنسان على التعامل مع هذه الآلة، إذ برع إنسان الشمال وبصورة كبيرة على تطويعها والتلاعب بها والتغني على أوتارها. أحكي لهم حالنا كيف كان يوم سفرنا، صب دمع الفرق يوم صفر قطرنا، من تعز رباك يوم نداك بكينا زين لا من فترنا، نحن من قدرة بقانا لم يدعبرنا، من تعز ربك. يحكي الناس عن هذه الآلة بكثير من التقدير والحب، وعن علاقتها بإنسان المنطقة بشيء من الفخر والاعتزاز، كما يرون فيها المتنفس الطبيعي والملاذ الدافئ في الحل والترحال. وما يزال الشباب على ارتباط وثيق من خلال ألحانهم وأغانيهم، وعلى كل تبقى أغنيات الطنبور واحدة من الإشراقات الفنية والتي تركت آثارا لها على خارطة الغناء السوداني وعلى نفوس أهلها قيمة من قيم الجمال والتواصل. والله بتبكي زي مفارق الأوطان، هناك يا قمري فرحة والله حزان،